تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019. هذا نصها. الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظكم الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفخر والتقدير أن أتقدم لسموكم حفظكم الله ورعاكم بخالص التهاني على النجاح الكبير الذي شهدته أعمال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2019، وأن أحييكم على مستوى التطور اللافت الذي رافق مراحل الاستعداد لهذا الحدث الرياضي الدولي وصولا إلى نتائجه المتميزة التي جاءت لتؤكد مجددا على قدرة وإمكانات مملكة البحرين بمؤسساتها وكوادرها المؤهلة على تقديم كل ما يلزم وبإتقان عال ليحقق هذا النشاط الرياضي بمستواه المتميز ونتائجه الباهرة أصداء عالمية تبعث على الاعتزاز بجهودنا الوطنية، بما يؤهل مملكة البحرين بأن تكون اليوم مرجعا دوليا لمتابعي رياضة الفورمولا. فشكرا لسموكم على ما تبدونه من حرص ولما تبذلونه من جهود واضحة ومتابعة حثيثة لإنجاح هذا الحدث السنوي الهام، مباركين لكم نتائجه التي تأتي وبكل فخر ملبية لتطلعات قائد مسيرة مملكة البحرين المباركة والدكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أطال الله في عمره، ومحققة لتوجيهاته السامية في أن تكون البحرين على الدوام مركز إشعاع وعطاء في كافة ميادين العلم والعمل، سائلين الله العلي القدير أن يديم على سموكم دوام توفيقه وأن يسدد خطاكم لخير وطنكم ورفعة أهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. هذا نصها. صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 وما حققه من نجاح كبير بفضل تضافر جهود الجميع من أبناء هذا الوطن الذين سجلوا اليوم إنجازا آخر بالعطاء والإصرار على الحفاظ على مكانة البحرين وريادتها في تنظيم هذا الحدث الدولي ببصمة بحرينية خالصة، وهو مبعث فخر لنا جميعا. كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري لما ضمنته برقية سموكم من مشاعر طيبة تجاه ما تحقق من إنجاز يضاف للإنجازات المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أسأل الله العلي القدير أن يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، ودمتم سموكم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.